طيب، واحنا اللي عايزينه نطمن على فرقه الاهلي في الكويت وهي داخله بكره على نصف النهائي ان شاء الله. مع كاظم ومعانا على الهاتف الاستاذ طارق انديل رئيس البعثه وعضو مجلس الاداره. مساء الخير يا استاذ طارق. مساء النور يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحياتي المهندس عدلي اللي انت بعته في السفريه دي خالص. لا ده هو اللي بعنا. ما هو انت بص يا طارق، انت اينما يكون البيض بالبسطرمه ولا بالعجوه انت بتروح. بس مهندس انا معايا الفيديو. او النبي صحيح. على القصد ده. ومعايا الراجل الشيف الاردني وهو بيوصف له ازاي تعمل بيض بالعجوه. الف مبروك النتائج الهائله والعرض الجميل الحقيقه. وما عملتش حاجه. طمنا على الفرقه والبعثه والاجواء اللي عندك. والله الحمد لله، يعني نتمنى ربنا سبحانه وتعالى، يعني ندعو ربنا ان التوفيق يكمل مع الفريق ان شاء الله. الاجواء كويسه جدا، الجمهور الاهلاوي عامل حاله رائع رائع. يعني مش متخيل بيعملوه. وامبارح انا حتى يعني بالليل بقى عشان النهارده ما كانش في ماتش عندنا وقت شويه. رحت لهم انا عند مكان الرابطه عندهم في مكان للرابطه معاهم. ها شفتهم. شكرتهم جامد جدا، ويعني حاجه كده بصراحه حاجه شرفنا كلنا يعني. ولكن تتخيل بيتكلموا يعني نفس طريقه كلام النادي الاهلي كلهم. يعني الولاء التام للنادي الاهلي و نفس الثقافة ونفس نفس الثقافة بالظبط كده. ومدركين كل التحديات اللي بيواجهها النادي. أنا ليا رغبة يا طارق بيه أن تستثمر وتستمر هذه العلاقة لصالح النادي الأهلي في مجالات كثير جدا جدا، ونظل على تواصل ونستفيد من أولادنا دول في الخارج بشكل أكثر يعني تأثيرا على أرض الواقع. والله يا باشمهندس الحاج بتقوله ده ضروري جدا. ما تبقاش بطولة الصنقاء دي، لا دول استثمار جامد جدا للنادي الأهلي. يعني لازم يبقى في تواصل مستمر على طول، وتواجد النادي الاهلي في منطقه الخليج بيدي طابع جميل جدا، ولا انكر طبعا حساوه الاخوه السويته وفرحتهم وفرحه كل الجنسيات المطلوبه الموجوده العربيه بتواجد النادي الاهلي والحاجه اللي بتضفيها على البطوله. انا لسه راجع دلوقتي، يعني كان في عشاء مصر ان انا احضره، الاستاذ رشيد اللي هو رئيس الاتحاد الكويتي لكره السله للاحتفاء بينا وكنادي اهلي. فرحت من بس لبعثة النادي الاهلي، كان يعني شيء راقي جدا، وكان معانا الاخوه من الكويت ورئيس نادي بيروت في لبنان، وكل كلامهم انبهار الحمد لله بالحاله اللي عاملها جمهور النادي الاهلي في الكويت. طيب انا هسالك سؤال بقى اللي هو ايه، يعني هتلعب احد الفرق الهامه من الكويت نفسها بقى بكره، انت حاسس الاجواء في الشارع وفي الاعلام والناس حياتك؟ يعني هو الحاجه بس اللي دي نحافظ عليها، وده انا قلتها للاخوه الكويته، وكلمت رئيس اللجنه المنظمه الاستاذ بدر وغيره، استعملت صلاه بناس كتير هنا بقى لي كام يوم بنفس الطريقه. موضوع التذاكر والجمهور دي الحاجه وللامانه الاخوه الكويته كلهم بلا استثناء منزعجين جدا من القصه دي. يعني ايه القصه؟ يعني في صعوبه من الجمهور الاهلي في الحصول على التذاكر؟ لا هقول لحضرتك، يعني هو اول ماتشين كان حضور المباريات من غير تذاكر اصلا يعني للمجال. وبعد كده خلوا التذكره تبقى 2 دينار ونص. وبعد كده فوجئنا قبل الماتش اللي فات على طول ان التذكره بقت 4 دينار. ف يعني برضه القصه بتبقى نوعا ما غاليه، فيها عبء على الجمهور. يعني الدينار حاجه و60 دلوقتي كتير قوي. واتكلمت معاهم، ويعني الناس الامانه بقى بكره حياتي الكويته مضاعفين جدا، لدرجه ان شويه الاذاعه الكويتيه تعمدت طلبوني اعمل مداخله، عملت مداخله واتكلمت على القصه دي، وفوجئت برضه بالاخ الكويتي قال احنا اصلا منتعدين ومش مصدقين اللي بيحصل ده من لجنه المنظمه.
طب هل طبيعه المنافسه، يعني احنا دخلنا دلوقتي المنافسه كويتيه خالصه، سواء في الدور اللي فات انت كسبت الجهراء هتلعب مع كاظمه، وفي السكه ممكن الكويت كمان. ان شاء الله. هل طبيعه ان انت في منافسه مع الانديه الكويتيه، في محاوله ان انت تحد شويه من جمهور الاهلي بالنسبه للجنه المنظمه؟ لا والله ما اقدرش ان انا اجزم ان هو الهدف كده، يعني دي ما اقدرش اقول كده. بس بصفه عامه انا عبرت عن رايي لكل المسؤولين في الحاجات دي، ان ده يعني لا يصح ان يكون ست بطوله، ان نفاجئ ان الاول مكان بعد كده يحصل كذا، قبل كل ماتش يتم تحديد سعر للتذكره مختلف. يعني هي دي الحاجه. وبقرر لك برضو ان الاخوه الكويت نفسهم متضررين وزعلانين من الكلام ده، لان يعني طب مين اللي فرض ده؟ مين اللي فرض ده؟ اللجنه المنظمه العربيه. اللجنه المنظمه. للاتحاد العربي ولا اللجنه المحليه؟ الاتحاد العربي. الاتحاد العربي. اللجنه المنظمه للاتحاد العربي. عملت رد كل ما يمكن ان اثق فيه في المجال ده يعني. وافاجئ ان كلهم يعني ما عدا بس كلمت الاستاذ اللي هو الاستاذ بدري المسؤول عن اللجنه نفسه، هو بيتكلم بمعنى انه كان بحث وكلام من هذا القبيل. وبالنسبه لينا ولكل اخوه كرايه المتواجدين مش مقنع الكلام يعني. فدي فطبعا بشكر جمهور النادي الاهلي، وانا متاكد وعارف ومتحمل ده طبعا في كل الاجواء وفي كل ايا يكون الاسعار، الجمهور يعني الحمد لله بيزيد وهيزيد وان شاء الله يعني دي ما تعطلش ابدا. الجمهور نفسه اتكلم معايا في كده. مباراه بكره الساعه كام يا استاذ طارق؟ ان هو برضه تخفيف العبء يعني، ما يبقاش خصوصا ساعات في اسر بتروح كامله يعني. مباراه بكره الجمعه الساعه كام؟ بكره 5 بتوقيت الكويت، 4 بتوقيت القاهره ان شاء الله. 4 القاهره. ان شاء الله. والاخبار الفرقه ايه والمدرب؟ لا الحمد لله يعني كعادتنا، حضرتك عارف يعني الفريق ضابط وسيستم شغالين عليه، ودورنا هو توفير الاجواء كلها للناس يعني. والاتحاد السكندري انا امبارح حرصت ان انا اتكلمت مع الاستاذ حازم رجال رئيس البعثه. خسروا هم من كاظمه. يعني قلت له هارد لاك وكده، وقعدت اطمن عليهم يعني لغايه ما يوصلوا. اصل كانوا متفوقين معظم فترات المباراه. ففي النهايه احنا بنرهس على الحته دي يعني، الحمد لله احنا متواجدين في الكويت الشقيقه ونادي الاتحاد نادي شقيق. يعني قلت له كلنا كنا نتمنى يعني، قلت كلام الجهاز واللعيبه يعني لهم حظ اوفر يعني بطوله بعد. تحياتنا للبعثة كلها وشكرنا وتقديرنا للجمهور الكبير الجميل الحياة اللي في الكويت. تحياتنا شاكرين. تمام يا استاذ ابراهيم، باشمهندس عدلي منورين الدنيا، وان شاء الله يا رب يا رب ربنا يوفقنا ترجعوا لنا بال 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 بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه في الكويت.